السلام عليكم، أنا نواف النغموش، وسنة 2020 قربت تنتهي ونزلت لنا شريحة كبيرة من الألعاب الرهيبة، لكن في مجموعة من الألعاب اللي نزلت والكثير ما انتبه لها ولا انشغل بالألعاب الكبيرة وما قدر يعطي الألعاب الصغيرة هذه ولا الألعاب اللي نزلت وضاعت من بين الألعاب الكبيرة وجه. لذلك في هذا الفيديو راح نعطيكم 10 ألعاب حسين أنها انظلمت في سنة 2020. وأول لعبة معنا هي هيديس، وهي واحدة من الألعاب المميزة اللي قدرت تشق طريقها الخاص من ألعاب الروغ لايك، مو بس لأنها قدمت أسلوب لعب إدماني وبرسوم خلابة تخليك ما تمل من عالمها الرهيب، لكنهم لقوا طريقة في القصة خلت أن العنصر الأساسي في ألعاب الروغ لايك يلعب كعامل يحرك من أحداث القصة بشكل عام. أحداث هذه اللعبة تدور في الأساطير الإغريقية، وأنت تلعب بولد هيديس واسمه زاغرياس. هدفك في اللعب هو الهروب من المكان اللي عايش فيه أبوك وأتباعه، وطبعا حتى تهرب لازم تمر في مراحل مختلفة. هيديس أبوك في اللعبة يضحك عليه خلال كل مرة تحاول تهرب فيها، لأنه متوقع بأنك ما راح تنجح في الهروب، وحتى تهرب راح تمر في مراحل مختلفة ويمديك في كل مرة تختار سلاح معين. الأسلحة عديدة ومختلفة، وكل واحد منهم له استراتيجياته. كيف راح تنحاش من السجن وأبوك وتحاول النجاة لأكبر قدر ممكن قبل لا تموت وترجع أول السجن من جديد، هذه لوحدها متعة، لأنك راح تشوف السجن يتغير أكثر وأكثر كل ما تقدمت. اللعبة جدا رائعة، وإذا عندك البي سي أو السويتش حرام تفوتها. كلب هاوس جيم 51 وورلد وايد كلاسيكس، لعبة ثانية انظلمت وحبتين ضاعت هذه السنة. هذه اللعبة تجمع لك 51 لعبة كلاسيكية وتحطها كلها في شريط واحد، وهي لعبة جدا مناسبة للجمعات والاستراحات بشكل كبير. الفكرة هي بأنها توفر لك كل ألعاب الطاولة الكلاسيكية، مثل أنك تقدر تلعب شطرنج، كيرم، مانجلا، جولف، بلاك جاك، هانافودا، إير هوكي، والكثير من الألعاب المختلفة. ميزة هذه اللعبة بأنها راح تشرح لك كل القوانين لكل لعبة فيها، وفيها زي الطور التعليمي حتى تعلمك القوانين لها بشكل كامل. كمثال الشطرنج ما كنت أعرف ألعبها تماما، لكن بعد ما شريت هذه اللعبة فهمت القوانين حقتها بشكل أكبر وصرت أمارسها من فترة إلى الثانية. غير الألعاب الطاولة التقليدية فعندك بعض الألعاب الرياضية لكن على شكل ألعاب بلاستيك، مثل كرة القدم، التنس والبيسبول، وبعدين عندك رياضات ثانية أقرب للحقيقة مثل البولينج والجولف. باختصار إذا تبي لعبة تحلي الجمعة وتصير أحد من أنشطتكم في الجلسة، جربوا كلب هاوس جيمز 51 وورلد وايد كلاسيكس. اللعبة الثالثة هي جوست رانر، وهذه اللعبة نزلت الشهر الماضي لكنها ضاعت مع زحمة الجيل الجديد من الألعاب، أو اللي الآن صار الجيل الحالي. وفكرتها هو أنك تلعب برجل آلي عنده قدرات مختلفة وهو أقرب للنينجا. اللعبة هذه من منظور الأول وأسلوب لعبها مرة سريع، ونظام الألعاب اللي أنت تموت فيها بضربة واحدة والأعداء برضو يموتون من ضربة، فلازم تكون ردة فعلك مرة سريعة. في البداية بتكون عندك أدوات محدودة، ولما تتقدم راح تتوسع مهاراتك وتحس إنك صدق نينجا. ومن هذه المهارات عندك واحدة تخليك توقف في نص الهواء وتبطئ الوقت، ومهارات ثانية تخليك تمشي على الجدران، ومهارات أكثر، لكن ما نبغى نحرق عليكم اللعبة. لذلك إذا كان لك في ألعاب المنظور الأول بأسلوب مرة سريع فجرب هذه اللعبة، اللي راح تعطيك شعور تايتن فول لكن على نينجا مو بس لحنارية. السنة هذه عطتنا واحدة من أقوى سنين البلاي ستيشن 4، شفنا على الجهاز حصريات مثل Last of Us 2 Ghost of Tsushima، لكن الكثير ممكن ما جرب أو سمع عن Neo 2، وهي الجزء الثاني من حصرية البلاي ستيشن 4 ومن تطوير الفريق الموهوب تيم نينجا المعروف بألعاب مثل نينجا جايدن. هذه اللعبة مستوحاة من سلسلة السولز، لكن فريق تيم نينجا شق طريقه الخاص وعطانا أفكار أرهب من ألعاب السولز من ناحية الأسلحة المختلفة ووضعيات القتال الثلاث وكيف يمديك ترجع السامنة حقك بشكل سريع حتى بعد الضرب. لكن كل هذه العناصر المختلفة مع ثيم اللعبة الياباني اللي عطانا تصاميم وحوش الأساطير اليابانية أو الأشباح المعروفة باسم يوكاي خلاها جدا مميزة وتكون من أبرز الحصريات اللي صدرت على البلاي ستيشن 4. بوست فويد، هذه ممكن تكون من أغرب الألعاب اللي في قائمتنا لأكثر ألعاب انظلمت في 2020. اللعبة رسمها مرة غريب وكأنها طالعة من قصص مصورة أمريكية في التسعينات. هي من نظام ألعاب المنظور الأول والروغ لايك، بحيث كل مرة تموت بتبدأ من الصفر، لكن لا تتوقع من اللعبة قصة قوية لأن رسمها لوحدة وأسلوب لعبها السريع راح يسحرك لساعات طويلة. أسلوبها أقرب إلى ألعاب التصويب في التسعينات مثل وولفنشتاين ودوم، وهدفك في كل مرة هو أنك تقتل كل اللي قدامك وتجمع أكبر عدد من النقاط حتى توصل للنهاية. إذا تبون تجربة تركز بس على الجيم بلاي أكثر من أي شيء ثاني فلا تفوتكم هذه اللعبة على ستيم. سلسلة هاف لايف انقطعت لمدة سنين طويلة، لكن في بداية هذه السنة فالف عززت لخوذتها الجديدة الفالف اندكس بهذه اللعبة القوية اللي تجيك بشكل مجاني إذا شريت خوذتهم،
وطبعا هي انظلمت في رأينا لأنها انزلت على خوذات الفي آر، وسعر خوذة فالف غالي شوي حدود $1000. اللعبة بكل صراحة جدا ممتعة وفيها أفكار سابقة وقتها، وراح نشوف مطورين ألعاب الواقع الافتراضي راح يقلدونها لسنين طويلة. أحداث هذه اللعبة تعتبر بريكول وتحكي قصة شخصية أليكس، وفيها تلميحات قوية لعودة هذه السلسلة من جديد. طبعا اللعبة من نظام المنظور الأول، وتعتمد بشكل كبير على استعمال فيزيائية العالم من حولك حتى تحل كل الألغاز ومواجهاتك للأعداء، ونشوف فيها شريحة مختلفة من شخصيات هاف لايف الأيقونية مثل جيمان والأعداء الكريهين الهيد كرابز. إذا عندك فلوس زايدة تقدر تحرقها، ننصحكم في تجربة هاف لايف أليكس بخوذة الفالف إندكس، وصدقونا هذه اللعبة راح تغير وجهة نظركم بخصوص ألعاب الواقع الافتراضي. ستريتس اوف ريج 4 واحدة من أقدم سلاسل سيجا، ورجعت لنا هذه السنة بجزء الرابع، لكنها كانت من تطوير الفريق الموهوب ليزرد كيوب اللي مسك اللعبة وخلى مظهرها الرسومي خلاب، بحيث انتهت رسومات السبرايتس وعطونا شخصيات مرسومة بأسلوب جميل وبنفس الوقت تحريكها جدا سلس. اللي راح يلعبها بيشوف قديش اللعبة مألوفة، وراح يسترجع ذكريات الطفولة وهي تمشى في شوارع المدينة ويفجر رؤوس كل الأعداء اللي يطلعون لها على الشاشة. هذه اللعبة ننصح فيها لأي شخص عاش حقبة التسعينات في طفولته حتى يجربها من جديد، ونقول لأي شخص ثاني جرب هذه اللعبة حتى تشوف كيف كانت الألعاب عليه من أول، وكيف كانوا المطورين يقدمون تجارب قد تبدو بسيطة لكن في الواقع لما تتقنها تحصلها عميقة ولها طابع إدماني. The Walking Dead Saints and Sinners أيضا هذه لعبة واقع افتراضي انظلمت هذه السنة، وهي لعبة نجاة من المنظور الأول مبنية على عالم Walking Dead. كل يوم يكون عندك مهمات جديدة ولازم تطلع تستكشف العالم وتقتل الزومبيز بشكل كامل، والتصويب والقتال الزومبي نفسه مرة ممتع، بحيث تقدر تمسك رأس الزومبي بيدك اليمين وتطعنها بيدك الثانية، مرات سكينتك راح تنشف في رأس الزومبي وهذا بسبب لك قلق لأنك جالس تشوف الزومبيز الثانيين جالسين يقربون لمك وانت جالس تحاول تطلع للسكين. فبكل صراحة هذه اللعبة أعطت إحساس بالرعب والنجاة في ألعاب VR مميز، وهذا شيء نادر من حصله في ألعاب الواقع الافتراضي المتوفرة في السوق. WWE 2K Battlegrounds ألعاب المصارعة السنوية دائما تحاول تحاكي المصارعة بشكل واقعي، لكن هذا الجزء لهذا السنة أعطانا طابع أركيدي ورجع لنا أحساس ألعاب المصارعة القديمة اللي كانت كلها استهبال وحركات بهلوانية تخليك تضحك من كثر ما هي مجنونة. هذا النوع من الألعاب شار شبه معدوم في الفترة الحالية، عشان كذا ننصح فيه الجميع في لعبة بشكل جماعي مع الأهل والأصدقاء. وآخر لعبة عندنا هي كاريون، وهي واحدة من الألعاب الاندي اللي انظلمت كثير هذه السنة. في هذه اللعبة بتلعب في وحش هرب من مختبر وراح تتحكم فيه من أول ما تطلع من الأنبوبة اللي كنت محبوس فيها، فكل ما تاكل بشر أكثر كل ما يكبر حجمك، والفكرة هنا هو أنك لازم تنحاش من المختبر وتقضي على كل البشر اللي قدامك، فكل ما تتقدم في اللعبة راح تتوفر لك مهارات أكثر وأكثر تخليك أقوى بكثير وتخلي أسلوب اللعب مرة ممتع. مدة اللعبة جدا مثالية وراح تعطيك تجربة لا تنسى، وهذه برأينا كانت مجموعة من الألعاب اللي انظلمت هذه السنة. وش رأيكم في هذه القائمة؟ وهل عندكم ألعاب معينة تحسون أنها انظلمت هذه السنة؟ كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.